واحنا بتزهو اكيد ايامنا وساعاتنا ودقائقنا بلقياكم من خلال دلاله الاصيله، الفقرات المختلفه المستمره معاكم لهذا اليوم. نسعد جدا بان تكون مساحتنا القادمه هي المساحه الراتبه اللي كثير من الناس هم بيحتفوا بها احتفاء خاص، الدوبيت والمسادير والشاي والتفاصيل الجميله جدا اللي احنا بنحبها الموجوده في البطاره وموجوده في كل اللي بيقولوا وبيتكلموا وبيحكوا عن طريق النصوص عن مناطق مختلفة في السودان. كباش ود الغبش، أهلا وسهلا بك. مرحبتين والله يا حبابك يا أستاذ أمل، وحباب كل المشاهدين أينما كانوا داخل وخارج الوطن الحبيب، وحباب كل ناس بوادينا غربا وشرقا شمالا وجنوبا، والتحية لكل اللي بيشاهدونا في كل مكان. الشاعر دائما هو لسان حال المجتمع، وبيحكي عنه وبيتكلم عنه وبيقول ما بيقدر يقوله المواطن العادي كباشي، وانتم بتقولوا كلام مختلف، ويمكن عنده مساحته الخاصة اللي بيتصرف فيها داخل الويدان. احنا قبل ما نبدأ في تفاصيل الدوبيت والشاشاي والمسادير والإخوانيات وغيرها من التفاصيل الجميلة، عايزينك تختار لنا نص وتهديه للمتابعين. طيب حاقرأ شاشاي لأنه مطلوب مني كثير جدا، وللصدق والأمانة ما حاقرأه قراية. التحية لكل الناس اللي طلبت مني الشاشاي، ناس الفيس وناس الواتساب وناس بطلب خاص. أيوة. طيب نسمع. أطار بشارك عووي هرعي قدو دو دو عجب الدفر نسووي وليله الليل وهووي دعاشك هبوا ويرو يوزق عام بزديرو أكفيك دف خيرو يدبرك حلق طيرو أجقل العاطي نقيبو يومست ماها قريبو أدانت شمس الغيب يبين نفحات محريب رفعت يا عقيدك وابوه يا سيدك هبر زرارك وقيدك وقاموا علي البتريدك أعد نهار كامل وقالوا قفاك مهامل عقيدك شو ما بجامل وجيمك فوق بشامل أشوف الوادي ضباعه ينون ونات فراعه هاي كيف الكيف نضاعو يكعب الزرع وجاعو ترى العطاف بساكل وغير حنتوت متاكل هاي ناس الشارب وماكل وديل ما بحلوا مشاكل خريف قش ساو يصوت نجيبك واو هاي لبنك فوق حلاو يوصف تمود مجاو هاي لبنك فوق حلاو يوصف تمود مجاو يا سلام يا سلام. يعني الكباشي نحن دخلنا في الشاشاي بطريقه جميله جدا، ويمكن تفاصيله هو واحد من الضروب الغنائيه للدوبيت بصوره عامه، وموجود في مناطق مختلفه في السودان. يعني ممكن نقول انه في شمال السودان بيسموه الهوهاي، وفي في الغرب الجابودي، هو انواع مختلفه غنائيه يعني بصوره عامه، والبوباي والدوباي بصوره عامه. يعني يمكن تفاصيله وضروبه كثيره كثيره جدا، وهو اقرب للمناحه. يعني هو اصلا لا من يمكن السمى الشاشاي يسمى على المناحه اللي هي عز الحبوبات المعروف اللي يمكن بيعزن على فقيد بطريقه هذا بالشعر. يعني واخر بالليل فات
وما عارف كلام زي ده. فطريقة الشاشاي والمناحة اللي هي البكا المعروف هو الشاشاي قريبات بعض في 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 وزن الغوافي حتى. البوشان برضو واحدة من الضروب. البوشان او البوش؟ البوش لا، البوش ده طبعا هي المناسبة. البوش هي المناسبة، يمكن عندنا نحن في شمال كردفان خاصة البوش هي المناسبة، يعني يقول لك ناس فلان عندهم بوش اي عندهم مناسبة يعني. يمكن هو البوشان موجود او اقرب ما يكون للمناطق العربية وغيرها. احنا لو اتكلمنا عموما في ضروب الضبيط، هي ضروب كثيرة جدا ومختلفة ومتنوعة وعندها يعني مفاهيمها الخاصة في ترسيخ القيم المجتمعية والقضايا المهمة، لكن المسادير هي عندها خصوصيتها عموما في الضبيط. والمسدار هو بيحكي عن قصة طويلة عاشها، وممكن تكون هي موجودة في نصوص ممكن تعيش فيها من بدايتها لحد ما تنتهي رحلة ما. قضية كتب فيها كباشي ودى الغبش مسدار، احكي لنا وقول لنا برضو المصدر حقها. والله يمكن القضية هي قضيتين في قضية اللي هي موضوع الآيس المنتشر حاليا في السودان، وحتى شايف في حاجات كده بتتصدق فيه، يعني بقول لك ما تمشي ست الشاي يمكن تكب لك في آيس، بما انه الآيس يا معه هو انا لا من قريت معلومات عنه، يمكن الوقية حقته مش الهناية الجرامة، الوقية حقته بيستوي 75,000، فما ممكن ست الشاي عشان 300 جنيه تكب لك 75,000 في كوباية عشان تنتقم منك، ده اصلا شيء مستحيل. فلكن ربنا يحفظ، هو في اصلا فعلا في ناس ابتلوا به لانه ضعيف في نفس. فيمكن قضيتين في قضيه، هي قضيه الايس هي القضيه الاولى، والقضيه الثانيه هي قضيه التعايش السلمي. يا سلام. بين اي واحده فيهم عندها ميزات؟ كل ولاياتنا والله هي كل واحده عندها ميزات، لكن انا عايز اخلطهم كلهم كده في حاجه واحده. جميل، نسمع. فمصيرا بالمخدر تب مصيرا بايس، مهزل ذاته زي ما قال اخونا السايس، عيال في الجبه واقع ولسه زايد، وكايس ارحم نفسك اشوم من المسم الايس، اتقوا الله يا بشر الحكايه مغايس كثير، الطش في هاز زايل راحوا فطايس، عشان ما تبقى واحد لك ساهي وخايس، شوفوا عسى المخدر في البشر كيف عايس، تلاف العقل خير ما لاه تلف الروح، تموت بعزه أفضل من تعاطي وبوح، الواحد بقيت زي عقله عقل انبوح، ما فيش فايدة لوجوده اللي بيكون لا طموح، شبابك زهرة في الماء بيبقى ما تفنيه، عودك داب ني عدل الصراحة تنيه، اللي بتشوفه صح حاول براك ابنيه، بن السوق مزاج والبيت بيكون بيت نيه، حليل الكانو بالروب واللبن ماكول، وحليل لسه تاريخ التعفف هول، حليل البهدو بالتغى والمغامات زول فاتوا، وتاني مجد المستحيل ما بطول، تراب الفتنة كان زوله زيت ما بحمم، وما بينفع القوت إن بقيت مسمم، العفو والتسامح والهدى المدعمم ما بسويه غير اللي الفضيلة متمم، بدل أنا وإنت مختلفين وعايشين سوا، تعال نبقاله نساس والعزم والقوة، أهلي وأهلك الاثنين من آدم وحواء، عشان كده حقه نرفع للوطن يا أخوة، نكون لبعضنا يا عزة تقودة ضفيرة، نربط بالوداد مطر البلاد وحفيرة، يوم ما نقوم ونبقى سواسية نبقى نفيرة، لغب يا زول دي ساهل، رغم يا زول لغب يا زول دي ساهي مع الكرامة سفيرة، الشورى بقيت في الماء عدل ما هجالبة، وإذا الكثرة زي ما قالوا بالحيل غالبة، عن زلفتنا للشر والمصايب حالبة، والشلالة شنطة وحايمة شتمها طالبة، ركوب الراس وفزع العولم المو جايب، ركوب الراس وفزع العولم المو جامع، خل الجيل مهود وللبصيح مو سامع، بدل المدفع الحراس نسوي جوامع، ونمسح خد وطننا الجاري كله مدامع، وطنا فيه اتربينا بالحيل، غالي فيه النيل ومطر السيل وشربا حالي، وطنا لسه في الواجبات مصنف عالي، كان كونه يعيش خراب هذا امتحان يا غوالي، فزع مزور وزغرات البرين حجالة، بيقطع غوم وبزرع محنة الفجالة، وطنا فيه طيات الدهور سجالة، كان خنتوه التراف يخشم كنا رجالة، خير الخير عزايم ونجدة الدركان، بيسووا الفضلهم فوق التريات بان، راية البوحد كافة السودان بدورها العزايم، وكل زول ليشان ما فيد التعنصر وجدي كان لزام، وجود الفطرة ما بيحتاج لإلزام،
بالعفو والتفاكر كان حميم عزام وتهزم أخوك في الماء دائما ماك هزام الني ني وقلنا نحن ذات هشاشة كلنا سود وسودنا في الطريق والشاشة الغبلية خير ما فيها ما تتواشى والبتموت دي ماتت ما هو حي بتراشة والبتموت دي ماتت ما هو حي بتراشة يا سلام يا سلام فدل القضيتين والله هي قضايا عندها وزنها في المجتمع وفعلا نعم. يعني زي ما بقولوا الكلمات والنصوص والدوبات والشعر بصورة عامة هو بيحل قضايا قد تستعصى نعم. على نعم. القانون وقد تستعصى على نعم. جهات كثيرة حتى سياسيين أو غيرهم الدوبات ودروبه المختلفة والمفردة ذات عندها ثقلها نعم. في المجتمع احنا عاوزين نتكلم عن الدوبات ما بين زمان والآن يا كباشي يعني زمان كان بيقول لك الدوبات هو كمفردة ممكن تكون ما معروفة عند الناس وما قادرين ان هم يعني يطلعوا المعاني الحقيقية الموجودة فيها باعتبار انها كانت داخلة جوه بعمق في من خلال المجتمعات البادية بصورة عامة او الشعراء الدوبات الان اصبحت هي مواكبة يعني بدل البدوية العميقة بقت المواكبة فيها قد تكون هي اللي ادتها انتشارا خصمت منها ولا زادتها في والله اولا التحيه لك والتحيه للاعلامي والباحث ابراهيم احمد يونس هو تقريبا نفسي باحث في المجال ده وفي ناس كثيرين باحثين في مجال الادب الشعبي اول حاجه انا بشوف في خصم وفي في التضاف برضه انا بقول لو كان اصلا خليناه على الزمان الناس الزمان حيكون السندسر لانه في بعض المفردات فيه صعبة تلقى صعبة شديد فأسي هو تحدث بالحداثة اللي حصلت فيه دي برضو الناس رفعوا منه لأنه عرف اتعرف ده الدوبيت فيمكن اللي 2014-2015 إن كان الدوبيت في السودان ما معروف يعني معروف لفئات معينة جدا فأسي بقى كل السودان بيعرف الدوبيت وحتى أغاني الرباب الآن الموجودة في السودان يمكن هي من صناع أهل الدوبيت يعني صحيح. فنان الربابة أول فنان الشعبي أول النايب بصفة عامة الناس اللي بيكتبوا له ناس الربابة ناس الدوبيت ده شيء عظيم لكن كونه يتحدث بالطريقة الأسي موجودة حاليا وأي زول هو دار يبقى شاعر يعني أي زول كده دار يبقى شاعر يعني أنا دار أصل لمرحلة معينة إنه شاعر دوبيت تحديدا ايوه فالمساله دي هي صعبه شويه لانه الدوبيت ده دروبه كثيره مشقاته كثيره حاجاته كثيره الدوبيت ده بيحتاج وزن بيحتاج قافيه بيحتاج ثقافه ومعرفه بالمنطقة سلعه داخل ذاته داخل الدوبيت ده بيحتاج سلعه هي تهزم او تضر او تصلح يعني انت في رايك انه هو خصم منه بصوره او باخرى فعلا خصم كبير لكن برضه رفع يعني الاثنين بخليهم سوا هو خصم الى حد ما ولكن برضه رفع اضافه وخصم ايوه طيب ما تدينا نسمع منك طيب حنسمع مزار الكلس اللي هي رحله يمكن تكون من نمدرمان لشمال كردفان تحديدا مدينه جبره الشيخ والتحيه لكل ناس جبره الشيخ لو بيشاهدونا في والله في ناس بيشاهدونا لانه في ناس داخل خارج السودان كان قبل قالوا يا اخي حيوم ناس وتشهد هام معيد وشله من الشباب اليوم التحيه بسم الله ناويين القيام باكرية درنا الرجعة لبلد الكرام والخية ضاقت أخلاقنا من العاصمة الغومية جاهزين نحن وبشوش الجريت قوية قطعام دم جرابنا ومنه كم مخلايا خلى الزاد نزيده الرحلة هسة عجاية مساعد ثلاثة أيام نكيل التاية براك يا العيس كل الرزق مسعايا راح وديني عالكلس القنايدك سود خف القوم اعضاي في جمر موجود على لتيبة اليد وبقت فرهود خف خدت في ارض قرير مافود بلد اللي سما لبدت عليها رمود راح ازعبني اطافتك بطعم مزرود رطيم مخلوف دخل فيك من قبل مشدود خلها تزعد الناس المعاي في العود انا والرفيق ابخوة معدومة يتفاكرنا في الخطرة وبدينا القومة علم نفسا بفخر كارة المايقومة ودعناه سوق ليبيا بعمايل انشومة دانا بشوشة والكور في الكلس خطاه
وقال له الليله حوبتك وبالفرش غطاه. عمنا ملف فيما مشانا ما تخطاه، مرق بالسيع عايله ونهر وطاه. الفسح الهواوير بيها لحظه عبرنا، وعقبان تاني قاطعين يا سحيه خبرنا. الكوره اللي بساويك في الحديث عبرنا، نما صاحبي ما دام في جواز صبرنا. اي صبرنا وزيبها وطلقنا السام، وقول صاحبنا وما تنبتروي كلامه. خبيب الدم تسالت للصدر قدام، وحس مخلوف تترطن وانهبج بزمامه. لا قال المكندق ودافن الزيت ايش في ونستنا، لا بالايم ولا بالفيس. علم خدم بفوق كركارة المتريس، ندوق سالفتنا بالرحلة ونبعد ابليس. شقينا الودين والنهار التاكا، ناديت يا العصم قال لي حبابه معاكا. ناولت الرسن قال لي اجيبه كفاكة الا النار حكر الشاهي راسي اباكا. قلت له حاضر هاك يا الهميم متكيف، الا ما بيتنا في دار اللذيذ وظريف. قال يا بشوشة والكلس الضراعه فيف، قوم من بينا قبال النهار ما تهيف. ديك المندرابة قوزنا ودهرابة، اتيامناها فوق عربا على الجرابة. العنسيك مضارة ونحن ذات طرابة، كل ما الشوف يشوف بتقول عليه حرابة. من عصرا كبير هجما قهاوي النوبة، سريح فتناها شان كلها من المحبوبة. على الهجمو سوى سرعة الهجمو بجيش التوبة، ذاك المخنزر هلا هلا ودوبة. اتيامنا أنا شكلي طبعا المزار ده نسيته، لأنه يمكن اتكتب 2015، لكن اخذنا منه جانب. انا استوقفتني جدا يعني النم وسط المزدار، والاختلاف ما بينه وما بين الشاشاي وما بين الربابه بصوره عامه. يلا النم هو يمكن صوت او بيتحس في مرابيع معينه. المزدار يمكن هو من 25 مربوعه، انا نسيت منه مرابيع كثيره جدا لانه الفتره طويله. لكن النم بتحس في مرابيع معينة، اللي هي المربوعة الكاملة الأربعة عصايات كاملة، وفي مرابيع ما بتتنمى. أما الشاشاي بيكون بالبحر القصير أو أكثر من القصير، اللي هي كلها بتكون لا هي ما هنا في النص، ما بتقدر تفصل بينها، هي تكون كنص فقط بيقرأ. الشاشاي ما يتفصل فيه نم. أيوة الشاشاي ما يتفصل، لكن الدوبيت بصفة عامة أو المرابيع بصفة عامة ممكن تتفصل من هنا لهنا، لأنه في حتات يمكن ما تتنمى معك، خاصة مع الحنجرة ما بتجي اصلا. دي هي المسألة. ده بوديني طوالي، لانه في كثير من الشعراء هم كتبوا للغنى. نعم. مش كتبوا فقط للنصوص انها هي تقرا. نعم. كباش كان واحد من الناس اللي كتب مفردة تغنى. كثير جدا. طيب. كثير جدا، يمكن من ضمنهم معايا سي واحد خلف الكواليس اللي هو الاستاذ سالم الدلكندو، يمكن عنده 5 اغاني موجود حاليا. ومنهم البلال ود الكرد، له التحيه من الكرد الشماليه. ومنهم نور الجلال، لها التحيه برضه من هنا. حيز الله برضه قريب حاجيكم ان شاء الله. و كويس انه حيكون فيها عنصر نسائي. ايوه منهم برضه مناهل بنت الجبل، يمكن ده 2020. ومنهم الاستاذ نافع صديق ود النجاره، يمكن كان من الناس الاوائل اللي اغنت الشروق 2015 تقريبا، اتشهر من هناك من نص تقريبا من داخل غرفة الشروق، له التحية. فاتلاقينا في برنامج كان مع دكتور أبو عقلة، له التحية من هنا، وشال من النص ويتغنى. يمكن ذاك يكون لي أول نص غناي، اللي هو شيخ القبة وأنا البيه ما بنطب وداير لي حجاب. فحتى النصوص أي والله له التحية، والتحية لكل الناس اللي ذكرناهم ديل، والتحية للناس حتى اللي ما ذكرناهم اللي بتشاهدنا كلهم. يمكن النصوص كثيرة جدا، والناس يمكن ما استحضرت باقي الفنانين، والله لهم التحية ولهم العتبة حتى يرضوا. النصوص كثيرة، يمكن أنا كتبت النصوص المغنية واللا مغنية حتى. جميل. وعموما الشاعر يعني شاعر الدوبيت هو بيستلهم رباعياته أو دوبيته من خلال بيئته، من خلال تفاصيل حياته اللي بيعيشها، سواء كانت يعني احنا بنسمع على الشعر العاديين اللي بيغنوا. نعم. بيقول لك بتجيني في لحظة ما إلهام. نعم. ووحي أنا بكتب من خلاله. شاعر الدوبيت كيف بيختار إنه هو يكتب عن لحظة حزن أو لحظة فرح أو رحلة بيمشيها لمزدار أو خيال بيجيه في وقت ما أو غزل؟ والله أولاً أنا الحياة دي مرت علي كثير طبعاً، في ناس حتى خارج الأستوديو بيزوروني بيقول لي أنت قاعد تكتب كيف؟ والكلام ده قاعد يجيك وين؟ فالتحية للناس اللي بتسأل كلها، والتحية لك
استاذ امل. والله انا ما قاعد ما اعتقد انه انا في حته كده معينه كده قاعد اكتب فيها او لون معين او ذوق معين، لكن في حاجات كده بتكون نادره طبعا، اللي هي يا فرح يا حزن، بتلقى نفسك انت كتبت تلقائيا. فاما الشيء الجميل ده جميل من الله، خلقه جميل لانه ربنا ذاته قال ان الله جميل ويحب الجمال، فلا من تشوف الحسناء الجميله يمكن تكتب بدون ما يعني ما الا انت تكون اصلا باني معاها او عندك معاها. فلازم يعني في لحظه بيجيك حاجه انت بتكتب الهام بانه انا عاوز اكتب في اللحظه دي فبكتب، بس بكتب كده كتبتها. جميل. طيب ما تسمعنا غزل. طيب اسمعكم غزل. الناس دي طبعا طالبين ليلى، كثير من الناس بيقولوا لي ليلى وليلى، فانا ما اعرف اقول لهم نمه ولا اقول لهم سرد. اللي بيعجبك. طيب الليل يا ليلى كيف حالك، نعلك روقة وكيف بالله يا الفاقد بسمتك وشوقة، أم العالم الودوك تقهر زوقة، أما بالساوي نشفت كبدة المحروقة. الليل ميامل فيها عديتي لك أيام خالدة، أما نستني أزيف كبدي وسمومها الجالدة. أنا يا شوق بعادك ذكريات مقالة، أغيرك حو يا ليلى تقول ما حوالدة. الليل حنانك قلبي مما خلصوا لك فقدوا، يتامو ناموا جعانين وعاطوا ورقدوا، أهلك يا الغرامك شق قلبي وجقدوا، أريتني يا أخي أكان كتلوني حتى انعقدوا، عقدوا على طبعا. الليل ما تقولوا لليلى انساها من خاتيها، الليلة غروب وطفلة قبل ترم تأتيها، أجيد الجدي يجيد وبرضها فوتيها، الليلة جزيرو بين بحرين وحبشاتيها. قصبة وقايمة فوسيبة وطاتها شاشة، أروب يموح عود يلوح ودار برشاشة، أصورة ليلوي في التلفون بتملى الشاشة، أكيف يوم تبقوا لغية واحترام وبشاشة. سعيد للغاية يوم أحجز وأقول لها طلي، أطيفها يزورني في الغمد وأشوفه وأصلي، ألقى خيال وسار احتار كنت بصلي، أغايته حقيقه حاصل ما حصل ما حصل لي. الليل بلا الانزاح يا مسكون وطات رميلة، ابقع الموية فيه مشخل الاتيان ليلة. الليلة قدام تاتاي الفل الوحيلة، اتمشي هوينو ما حل العجاج رحيلة. ليلى التاتي في القدلة وتشيل وترص، وليلى صاحب سنترلوك ومسمار نص، تمشي القادر الله وفينا يود بتقص بتقتل مية كان رفعت عيونها تبص.
ليلة الأولى في البنود وبرضه الثانية، ليلة الثالثة، ليلة الرابعة، ليلة ثمانية، ليلة الجارية في دم البسيل كل ثانية ما بنساها، إلا رحل وفارق الفاني ما بنساها. يا سلام. إلا رحل وفارق الفاني، والتحية ليك والتحية لليلة كمان. احنا بنرد بنحيي ليلى، لانه ليلى دخلتنا عميقا يعني في مضامين وفي تفاصيل مختلفه، وللغزل بجمالياته في بالنمو والدوبات. ويمكن يا الكباشي احنا حنمشي اخيرا لمساحه مهمه جدا، والمساحه يمكن اللي خلت الجمهور والسودان بكل ربوعه هو يعرف انه الدوبات عنده تفاصيله المختلفة، الميزات دون عن غيره، حتى قضاياكم اللي انتم بتناقشوها وبتحاولوا انكم تتكلموا عنها من خلال الدوبات، هي بتشكل نوع من القضايا الراسخة في المجتمع. الإخوانيات واحد من الضروب اللي انتم كتبتوا فيها كثير، واللي كان فيها من الحكمة ومن التفاصيل الجميلة اللي بتجسد معاني التعاضد والتكاتف في المجتمع. أكيد. كتبت شنو عن الإخوانيات؟ والله طبعا كثير، يمكن لو مشيت الشارع سالت قلت كباشي ودروبش حيقول لك كباشي ودروبي ده زول ليلى واخوانيات، ثاني ما عنده حاجه يعني، باقي التفاصيل دي كلها ما عارفينها يعني. احيانا الناس دي ما عارفين انا بكتب شاشاي ممكن بسيط قليل، لكن الاخوانيات ليلى الناس كلهم عارفينها. فالتحيه لكل الاخوان داخل خارج الوطن الحبيب، الاخوان هم حلوين جدا، سند بالمناسبه صحيح. بدوك مساحات، لانه انت انا طبعا يا الكباشي بيقولوا لي الزمن انتهى، ومصرة إلا أسمع منك حاجة أخيرة، أنت تختار بعد كده الحاجة اللي أنت عايزها، رباعية، نما، إخوانيات، تمام. الحاجة اللي أنت حابب أنك تقول علينا ختاماً. تكاتفنا وترابط كل ذول جيل فوق جيل بيعني وعانا في المحنة، وأهم دليل قبيل أبواتنا رجونا التآخي نبيل، وهسع نحن فوق درب الأكابر خيل، نمد لجارنا حبل الجيرة ما من شده وما من أدخاله بالحسة، وضميرنا نقده واجب اخواننا وين ما حل خيرنا نمده، والضيف بيننا كيف سيد المحل من عده، ما تخوج لنا مصلحه عشان فلان محسوبنا، نكرم وندي ما من حوز وسخ في جيوبنا، عيب اخواننا محسوب من غوالي عيوبنا، لابسين عزه ما ساكن نضيف عيلتوبنا، نحن نسوي ما منقول فلان ذاك سوى، والمنعوس قبال لي بشر ما تسوى، نار تقابه كان جيت لي صراحنا مسوى، كرنقباجه فد كبريتا نحرق سوى، نحن مسافه مسافة من ناس هاي بشوفك هل، وبعيدين جبدة من نلقال وشتت، بل عند الواجب نكمل شد جرادة ملك، كان مدينا إيدنا عليه بشر تنشل، قل للقايل الغنى في البنيات سنة، تر لا غادي ما تملانا جوطة وزنة، ترى المعاج بشكر أخواني ما يتمنى، والما غنى في الأخوان طلاق ما غنى، كل ما غني في الأخوان بريح بالي، وبلقى حواسي بإخلاص تنم في غالي، الدوبيت ده غير الخوة ما بيا حلالي، وغير كنزاته شن فايدة غناي ومجالي، قالوا النية زامل السيدة شدها درس، والخير قالوا عند الجد خير متورس، ما تبقى لي عين واجب الرجال متحرس، افعل ما تشاء واحذر تكون مترس، انا في الدنيا خاويتها وكسبت فوايد، خسرت كثير وربحان يوم خسرت قوايد، من اخواني تابيت في البسيطه هوايد، عندي مكانه ما تعديت غيم وعوايد، بلبس جبه ولا خلاق بصور لها وشي، رايب اقوله ما بتبع الرخم ما بعشي، بخط طقوقي فوق حاجبي وبكون متفشي، بضحك كيا للوجع وبقول لها خشي، ما غراني غير صحبه اخاوي واحبه، ولا مدباهي بالفانيه وملاهي التبه، دواخلي ملانه بالعز والسجم دم عب غير الخوه، ما داير من بشر فتح ببخاوي، رجال رجالك انحرت تكون تلابه، اخوان صح وعند الواجب شد حلابه، بعز الفت لو ما درت من جلابه، يعني اخوان تعزك وسيره السلابه، يعني اخوان تعزك وسيره السلابه. والله يا كباشي يا اخي هي القيمه الحقيقيه لنا كشعب سوداني في انه احنا بنعظم العلاقات الأخوية فيما بيننا، وأي علاقة ممكن تكون هي علاقة جيرة. أنا أخيرا وقبل ما يعني هو بقول أشكري، والله أنا عارفة يعني يوسف يعني العشاء يسمحوا لي، بس إنه سؤال أخير ومن بعده تدينا ختام بينما لو في إمكانية، عاوزين ناخذ منك دقيقة أو دقيقتين. طيب اللي هو أنا عاوز أتكلم عن تفاصيل، بما إنه علاقاتكم فيما بينكم هي علاقة جميلة، مرات بتكون سمعت نص من واحد من الشعراء أو سمعت حاجة وعجبتك، اتمنيت إنك أنت لو كنت اللي قلتها أو أنت اللي نميتها أو أنت اللي غنيت عشاي؟ والله أنا طبعا كل أخواني شعيرهم قاعد يعجبني، كل اخواني اللي بيكتبوا الشعر ده انا شعرهم قاعد يعجبني وقاعد كيف لهم وقاعد امشي بيه، فلكن تحيه خاصه ومخصصه جدا للاستاذ الرشيد البري، يمكن ده اول زول يكون سمحت له، وخاصه في الغزل يعني
جميل. نمة أخيرة وختام حتديهم شنو؟ طيب نمة وأخيرة، والله إلا أقول لك شاي. طيب. لأنه النازل أنا شايف كلهم بيقول لي شاي، أعصر على شاي، يعني يمكن حتى يمكن لقلة الشعراء اللي هم بيقولوا شاشاي أو بيحاولوا إن هم يغنوا بالشاشاي، ودي الحاجة اللي تميز بها كباشة تحديدا. نسمع. طيب التحية لليلة ثاني برضو شاشاي، دي حق ليلة. أعرفك ليلة وعفو يذولك من الشافو، أهردك بيتي وجافو يمن الويل ما بخافو، أريد الحل جفافو أمال الدنيا عفافو يمت وشفت زفافو، عيني الباك يا حزينو يمنك يا الوزينو، أبسمي ما تعزينو يبالبتار جزينو، سبيك تلخزنا مطبلو يفايت البيخ وعبلو، هاي ريحة الدايرة سيبلو يماتت من فد نبلو، يا البراق ما تناتح وجرح القيح فاتح، هاي باب الريد الفاتح لقيت حزان وفواتح، أليل الليل والاني يخيم زاد احزاني، اي طيفك يوم زازاني يمن النوم صحاني، امن ودوك ميامي يبحث فوق ايامي، اي بعدك زاد هيامي يودر كل احلامي. تحياتي وامنياتي. شكرا لليلى يا اخي، خلتك تقول الكلام الجميل ده ولدتك الله يبارك فيك. شكرا لك، تكتب جميل الكلام ده. شكرا لك الكباشي ودا الغبش، الله يبارك فيك ان شاء الله يا رب. شكرا لك التحيه لكل الجمال اللي احنا حاولنا نتنقل فيه وما بين الشاشاي والدوبيت والمسادير وغيرها من التفاصيل الجميله للدوبيت السوداني والتفاصيل الاجمل للفن السوداني بكل ظروفه المختلفه. حتى المسرح والمسرحيين في السودان هم كانوا حفيين من خلال كثير من الاعمال اللي قدموها. خلونا مع بعض نتابع مشاهد من مسرحيه ونرجع نتواصل معكم.